بيكم فتاة مطبخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة قررت أفتح مطعم في البيت، وأنا نطلب أكل من برة، وهتعمليه أنظف وأرخص كمان من برة. عملنا الكريب على أيدينا والبرجر على أيدينا وكمان السوسيس. يلا بينا نشوف عملناه إزاي. طريقة سهلة جدا وطعم حلو جدا جدا. أول حاجة هنعملها عجينة الكريب. معايا 3 كوباية زيت أو 6 معالق من الزيت، كوباية لبن، و2 بيضة، ورشة من الملح، وهقلب دولة وهزود 2 كوباية مية. أنا هحتاج 4 كوبايات مية، وقدامهم 4 كوبايات من الدقيق، بس هحط المية بالتبادل مع الدقيق وأقلب. بقلب كويس جدا عشان القوام بتاعي ما يكونش فيه كتل. وبعدين هجيب مصفى واصفي الخليط بتاعي كويس جدا عشان يطلع معايا كريب مثالي. الكريب بتاعنا هيبقى ناشف مقرمش زي ما بنجيبه من بره بالظبط. شايفين قوام الخليط؟ بركنه كده 10 دقايق على جنب، ونعمل مع بعض البرجر. معايا 1/2 كيلو لحمة، وده 1/2 كوباية فول صويا، ننزل عليه بالمية المغلية، وممكن ما تحطيش فول صويا. ومعايا خلطة كنور، انا هحط كيلو مكتوب على الكيس، بحط الخلطة كلها على 1/2 كيلو من اللحمة. خلاص عندي الفول الصويا طري معايا، هصفيه كويس جدا من المية فمصفى كده زي ما انا عملت، او تحطيه فوق قماشة قطن وتعصريه كويس جدا، بس خلي بالك عشان بتبقى طبعا مية سخنة خالص. هعجن بقى الخليط ده كله مع بعض، واللحمة تكون معايا مش فكة جامد، تكون يعني متلجة حاجات بسيطة. بجيب بقى مكبس البرجر او غطا زي ما انا عاملة كده، ومعايا الاكياس دي اسمها اكياس منديل، او انت تقصي اكياس التلاجة العادية. زي ما انت شايفة بحط الكيس التاني من فوق، وافك الكيس اللي هو بيبقى ثابت معايا على الغطا ده، ما بيتغيرش. اللي بيتغير معايا اللي احنا هنغلف بيه البرجر. ممكن تحطيه مفتوح كده فوق بعضه، او تقفليه على بعض كده زي ما انا عاملة. خلصت كل الكمية، عمل معايا 12 واحدة، هدخله التلاجة بقى 10 دقايق على بال ما احنا نكمل حاجاتنا. انا معايا السوسيس، انا بحب اسلقه كده 10 دقايق، وبطلعه واركن على جنب بقى، ونرجع نعمل الكريب مع بعض. عندي طاسة على النار، ما كانش عندي طاسة، كنت بعمل في حلة تيفال كبيرة، ما فيش مشاكل خالص. هنا معايا الطاسة حتة كده ما توزعتش بسباتشولا، ووزع عليها الخليط، ما فيش مشكلة، لازم نتصرف. بستنى لحد ما يستوي من تحت، وابتدي اقلب الكريباية بتاعتي على الوش التاني. الوش التانية بياخدش سوا خالص، نخلي بالنا عشان ما يتحرقش. بطلعه على شبكة عشان ما يعجنش في بعضه، واغطيه بفوطة. خلاص خلصنا الكريب كل الكمية، هنزل بقى بالبرجر. طاسة فيها مسحة من الزيت، وانزل بالبرجر يستوي من الجنب، واقلب على الجنب التاني. ما عادش اقلب فيه كل شوية عشان ما يتفتفتش معايا في الطاسة. زي ما انت شايفة اهو كده، برضو بخلص كل الكمية اللي عندي. طبعا منزلة فيديو للبرجر ده لوحده، ووريتكم كان طري وحلو جدا. هقطع بقى السوسيس بتاعي عشان بعد ما خلصت كده شوفوا، هوريكم بقى البرجر حلاوته، جوسي جدا وتحفة جدا. في مكان بقى البرجر هنزل بالسوسيس بتاعي، حطيت شوية زيت كده عشان يحمر معايا السوسيس، وهنزل عليه بفلفل وطماطم. هنا بقطع البرجر عشان نخلص بقى كل حاجة مع بعض، ونروح نعمل السندوتشات. تشوح معايا وخلاص كده، هطفي النار واعمل خلطة. حبيبتي قناة عالم برا الدنيا قالت لي الساندويتش ده اسمه مكسيكانو، كنت معلومة اول مرة اعرفها الحقيقة. في الكريب بتاعي بقى بتنيه كده، واحط كاتشب ومايونيز، واحط الخلطة بتاعتي الحلوة دي، واقفل
بحط الجريل على النار يسخن، وابتدي اشمع بقى الكريب بتاعي الحلو ده عشان يدينا القرمشة بتاعت بره. بستنى كده على كل وش لحد ما ينشف واقلب على الوش التاني. بتقدميه بقى مع بطاطس. شوفوا الحلاوة والجمال والطعامة، ان شاء الله تجربوه وتقولي رأيكم في التعليقات، ودلعي ولادك وافتحي لهم مطعم في البيت. باي باي.